شرعت السلطات في محافظة تعز في تنفيذ حملة أمنية في شوارع المدينة ضمن خطة لتأمين مركز المحافظة. وتهدف الحملة الأمنية لضبط الاختلالات الأمنية في المدينة وتنفيذ قرارات اللجنة الأمنية. وأصدرت اللجنة تنبيهات إلى سائقي الدراجات النارية شددت فيها على الالتزام بقرار اللجنة الأمنية القاضي بمنع تجوال الدراجات النارية من الساعة 7 مساء وحتى الساعة 6 صباحا، وذلك بعد أن أقرت الأسبوع الماضي استهداف الدراجات النارية التي تحمل مسلحين ملثمين. وتعهدت اللجنة بالتعامل بكل حزم مع أي مخالفة لقراراتها، مهيبة في الوقت نفسه بالسكان التعاون مع الجهود المبذولة لتثبيت الأمن والاستقرار في المدينة والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة أو اختلالات أمنية. وتأتي الحملة بعد أن شهدت مدينة تعز الأسبوع الماضي عملية اغتيال طالت خطيب مسجد العيسائي عمر دوكم والمسؤول في مكتب التربية والتعليم رفيق الأكحلي. يعود معنا سيادة العميد منصور الأكحلي للحديث عن الحملة الأمنية في محافظة تعز. سيادة العميد أهلا وسهلا بك، يعني الحملة ابتدأت، تحدثنا عن المناطق المستهدفة وأين ستبتدئ وما هي أهدافها؟ الحملة الأمنية هي تطبيقا لقرارات اللجنة الأمنية برئاسة الدكتور أمين أحمد محمود محافظ المحافظة وبتوجيه منه مباشرة وتوجيه الأخ الوكيل لشؤون الدفاع والأمن وبإشراف منها مباشرة. أما بالنسبة للمناطق التي تستهدفها الحملة فهي مدينة تعز بالكامل. نعم. كما أن هناك حملة كانت قبل 3 أيام وما زالت مستمرة في منطقة الشمعتين التربة. الحملة اللي بدأت في المدينة ليلة أمس كانت عبارة عن حملة إنذار وتحذير في تطبيق القرارات، وسيتم التطبيق من هذه الليلة تطبيقا حرفيا في منع الدراجات النارية ومنع المرور الدراجات النارية من الساعة 7 ليلا وحتى 6 صباحا، والتعقيب على المناطق داخل المدينة والشوارع والمناطق النائية والجولات ويعني تأمين المدينة بشكل كامل. نعم، يعني بعد يوم من بداء أو بدء هذه الحملة ما الذي حققته؟ الحملة كانت في ليلة أمس عبارة عن زي ما قلت تحذير وإنذار وإعلان بكل الدراجات النارية وكل الناس اللي يسادل المناطق المحظورة في الساعة المتأخرة من الليل. لكن الليلة من الليلة تبدأ التطبيق الحرفي لقرارات ومخرجات اللجنة الأمنية. نعم، سيادة العميد، منطقة سوق ديلوكس بشارع جمال من أهم البؤر وأكثر البؤر التي ينتشر فيها المسلحون، يعني حدثنا عن الحملة الأمنية في هذا السوق وعن متى ستبتدئ ومتى ستنتهي ظاهرة حمل السلاح في هذا السوق ويعني حالة الانفلات الأمني هناك. من أهداف الحملة الأمنية، نعم، من المستهدفين أيضا أنه منع التلول بالسلاح. نعم. وسيكون أهالي المنطقة وغيرها من المناطق من المستهدفة في منع المسلحين من التجوال. نعم. طيب، بخصوصية نقطة حظر الدراجات النارية، يعني إلى أي مدى تم تنفيذ هذا الحظر وتعاون المواطنون بهذا الصدد؟ الصراحة من هنا أنا أوجه كلمة شكر للإخوة المواطنين في استجابتهم الشبه الكاملة في الامتناع عن المرور بالدراجات النارية في الأوقات اللي تم المنع فيها في الليلة الماضية. يعني كان هناك مرور نادر، لكن في الأصل أنه التقدير تقول أنه 80% من الدراجات اللي كانت تمر في الليلة الماضية أمس الليل امتنعت من المرور بمجرد التحذير. نعم، جميل. يعني بذات النقطة وهذه الحيثية تعاون المواطنين، سيادة العميد، يعني دعت اللجنة المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة، كيف كان التعاون بهذه النقطة، نقطة الإبلاغ عن أي تحرك مشبوه؟ التعاون كان إيجابيا. نعم. ورائعا. المواطنين يعني
يعني متعاونين الى ابعد حد. نعم. هل هناك من اتصل يبلغه؟ هناك من اتصل يريد ان ياتي بالمأكولات والمشروبات للافراد، وهناك من كان يعبر عن شكره وفرحه برؤيه الاطفال والميري يذوبون الشوارع، وهناك من ابتهج واتصل ابتهاجا. هناك يعني صراحه شعبيه يعني بهذا الله، نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يعيننا على الاستمرار والثبوت في هذه المرحله لاخراج هذه الدوريات بشكل منتظم وبشكل مستمر. ستكون في البدايه في الليل وستستمر ايضا في الاساتذه القادمه ان شاء الله على مدار 24 ساعه، وسيزيد عدد الاطقم من 4 إلى 6 والى يمكن توصل الى 10 اطقم. نعم. طيب سيادة العميد، بالعودة إلى حادثة اغتيال يعني عمر دوكم، يعني هل هنالك من تطورات في عملية الملاحقة، وهل هنالك من أنباء عن منفذي هذه العملية؟ التحقيقات لا زالت جارية. نعم. واليوم أنا كنت مستمع بلجنة التحقيق بهذا الموضوع من الإخوة في البحث الجنائي، وهناك مبشرات وهناك خيوط، يعني ان شاء الله في القريب العاجل سيتم الكشف عنها وسيتم الكشف عن البناء ان شاء الله. كل الشكر لك مدير عام شرطة محافظة تعز سيادة العميد منصور الأكحلي.